منتجات غريبة تدخل في المنافسة بين ميت رومني وباراك أوباما، تقرير أرسولا دكاش. تعددت الوسائل لكن الهدف واحد، وهو دعم المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية ميت رومني وباراك أوباما، والمنافسة صارت حامية كتير مع أيام قليلة بتفصلنا عن اليوم الحدث. مجلة تايم الأمريكية نشرت مقال عرضت فيه 11 منتج غريبين شوي لكنهم منتشرين بكافة الولايات المتحدة لتشجيع رومني وأوباما. النساء عم بيقدروا يتزينوا بأكسسوارات مميزة وحلق بتظهر علم المرشح يلي بيدعموه، أما المنتج الثاني فهو البينياتا يلي مليانة حلويات ويوم الانتصار بيتم فتحة. المنتج الثالث فهو ألعاب بتتحرك وبتجي على شكل المرشحين الجمهوريين. 4 عنا الألواح يلي تستعمل للعبة الدارتس. 5 منلاقي سدات زجاجات النبيذ المزينة بصورة أوباما أو رومني. المنتج السادس يلي رح يعجب كتار هو ألواح من الصابون على شكل وجه مرشحهم المفضل. 7 لكل الناس يلي عندهم حيوانات أليفة وخصوصا الكلاب صار فيهم يلبسون كمان لقلون تياب بتدعم مرشحهم المفضل. المنتج الثامن هو بوكس للرجال عليها لوجو للمرشحين. 9 علب للحساء الجاهز، وأكيد العلبة اللي عليها صورة المرشح الأقرب على قلوب الناس رح يحبوا طعمتها أكتر. رقم 10 علاقات الحقائب يلي تستعمل لعدم الاضطرار لوضع على الأرض. وأخيرا منوصل لرقم 11 يلي بيزين اللائحة وهو بودي لوشن، واحد اسمه مينت رومني والتاني أوباما وريحته على أورنج.